حاول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جمع الطائفة السنية على مبدأ واحد، إلا أن الحسابات السياسية داخل بيت الطائفة المهزوز أكبر من أن يجمعه السفير من خلال تحركاته التي كان يقوم بها، وهذا ما انعكس واضحا من خلال نتائج الانتخابات النيابية. ولكن ما صحة الطلب من البخاري تجميد نشاطه حتى إشعار آخر، وما انعكاسات هذا القرار على الطائفة السنية؟ في هذا الصدد كشف موقع التيار الوطني الحر اللبناني أن أوساط سنية رفيعة المستوى تبلغت من البخاري منذ فترة قريبة أنه لم يتلقى موافقة قياداته على إعادة تسخين الساحة اللبنانية وتجميع السنة وتأطيرهم في إطار داعم للرياض ويتبنى طروحاتها، بل تبلغ ضرورة تجميد كل تحركاته ووضع كل حراكه قيد الانتظار حتى إشعار آخر. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر باتصال خاص مع قناة الجديد اعتبر أن المملكة العربية السعودية خططت وفشلت في لبنان وستكتفي بالتفرج فقط. لا يمكن يعني التأكد من صحة هذه الأخبار التي وردت على أحد المواقع الإعلامية اللبنانية من أن السفير السعودي قيد حركته بناء على طلب من إدارته، ولا أدري ما هي الأسباب بطبيعة الحال، وهذا ما أكدته أوساط سنية بحسب الخبر الموزع على أحد المواقع الإعلامية اللبنانية. فإن صح مثل هذا الخبر فإنه يدل على ما كانت تخطط له المملكة العربية السعودية في لبنان، وأصيبت من خلاله بفشل ذريع على مستوى التغيير في الانتخابات النيابية. لكن يمكن أن نقول أن هذا الأمر أيضا يعني يأتي في إطار أن تكتفي السعودية ربما بما حدث في لبنان أو بما يحدث في لبنان من زيادة الانقسامات في الواقع اللبناني والمجتمع اللبناني. وعن الوعود التي قطعها السفير السعودي للجمعيات وصف عبد الساتر الأخيرة بأنها ليست سوى وجه رخيص ولا قيمة لها لدى السعودية. ممكن أن نقول أن السفير السعودي هرب من الوعود التي قطعها لبعض الجمعيات والشخصيات، وهذا يعني أيضا يدل على أن هؤلاء لا قيمة لهم عند السعودي، بل هؤلاء لا يمثلون إلا وجه رخيص من وجوه العمالة لما يريده السفير السعودي. وأعتذر عن هذا التعبير، لأنه إذا صح مثل هذا الأمر أن هؤلاء كانوا يقدمون خدمات للسفير السعودي وما يطلب منهم من السفير السعودي ينفذوه، وبالتالي يعني السفير لم يلتزم بوعده، هذا يعني أنه لا يعطيهم أهمية ولا يعيرهم أي وزن على الإطلاق. على الصعيد الحكومي علق عبد الساتر أن التخبط في المنصب السني الأول سببه التشظي السني الذي ظهر جليا بعد عزوف الحريري الذي أراد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن ينتقم منه. صراحة لأن محمد بن سلمان أراد الانتقام من الرئيس سعد الحريري الذي يمثل الكتلة السنية الأكبر في لبنان والوزن السني الأكبر على مستوى المشهد السياسي في لبنان. هذا له حسابات، ربما حسابات لها علاقة بالسعودية، لها علاقة بالأجنحة داخل السعودية، لكن بالعموم هذا الأمر أثر على الرئيس سعد الحريري وكسر من شعبيته وكسره على المستوى السياسي، ولم يكن هناك من انتصار له على مستوى كل القيادات من مفتي الجمهورية إلى بقية أو ما يسمى بنادي رؤساء الوزراء السابقين الذين أيضا كانوا يعني قد اصطفوا إلى جانب السعودية ضد الرئيس الحريري عمليا. ولذلك رأينا كيف أن هذا التخبط لازال يسيطر على الواقع السني. يعني الرئيس الحالي رئيس حكومة تصنيف الأعمال والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعني جاء بنسبة بسيطة جدا من الأصوات، وهذا أيضا له علاقة باستمرار يعني النهج السعودي في إضعاف الموقع السني الأول. يعني هم الذين ساهموا في مثل هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يلوم غير السعودي بشكل أساسي وغير السنة يعني داخل لبنان. يعني لم يستضعفهم المسيحي ولا الشيعي، هم الذين ساهموا بهذا الأمر.
عبد الساتر ختم عن الدور السعودي في الحكومة معتقدا بأن هذه المسألة لم يعد للسعودية أي دور فيها، وربط كل التعقيدات الداخلية بالإدارة الأمريكية وقرار قبولها من عدمه. وهل يكون هناك حكومة بدون رضا سعودي؟ أنا أعتقد أن مسألة تشكيل الحكومة لم يعد للسعودي أي قرار بها على الإطلاق، يعني المسألة أصبحت في بازار التعقيدات الداخلية أكثر بكثير من أن يكون للأمر الخارجي يعني أيضا هذا التأثير. وأنا لا أنفي أن يكون هناك تأثيرا خارجيا، لكن ليس للسعودي تحديدا هذا التأثير البالغ في موضوع عدم الوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، فربما يكون الأمر أبعد بكثير من السعودي، وقد يكون أمرا أمريكيا لأنهم أيضا يريدون إضعاف الرئيس ميشيل عون إلى حد أن ولايته تنتهي دون أن يكون هناك حكومة، وهذا أمر تتقاطع عليه الكثير من المصالح الخارجية والداخلية في آن إلى أن